بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة السابعة من شرح المعيار الشرعي الخامس، ونواصل حديثنا ومع البند الموالي والتي ذكرت فيها المعايير الشرعية، حيث تقول: يجوز توقيت الكفالة بأمد محدد. يعني يجوز أن تكون الكفالة مؤقتة بتوقيت محدد، يعني مثلا سنة، 6 شهور، سنة ونصف، حسب طبعا الاتفاق بين المؤسسة المالية وبين العميل، بمعنى قابلية الكفالة أن تحدد بوقت محدد، لها بداية طبعا ولها نهاية. النقطة الموالية: ويجوز وضع حد أعلى للمبلغ المكفول به. يعني قال الكفالة مثلا إلى $1000، قيمة $1000 أو ربما $2000 حسب الاتفاق. قد يكون سقف الكفالة المطالب به مثلا $5000، لكن الكفيل الأول قدرته أن يضمن سقف $1000 أو $2000، فهذا هو المبلغ المتفق عليه والحد والمبلغ الذي حدده الكفيل، فلا يجوز الزيادة عليه. ولهذا طبعا كما ذكرنا في الحلقة الماضية، المؤسسة المالية لها الحق في أن تطالب كفيل أو أكثر، ربما كفيل 1 2 3 يتم تغطية مثلا السقف، وكذلك تتم عملية ربما توثيق المداينة بكاملها، سواء يعني كان 1 أو 2. فهنا جواز أولا قابلية التحديد بوقت محدد، لها بداية ولا نهاية، قد تكون 6 أشهر، قد تكون سنة، حسب الاتفاق قد تكون 3 أشهر. ثم يجوز أن يكون هناك مبلغ وسقف معين لهذه الكفالة. ثم تقول المعايير الشرعية: ويجوز تقييدها بشرط وتعليقها على شرط، بمعنى ممكن للكفيل أن يضع هذه الكفالة ويضعها بشروط مثلا، يعني من بين الشروط إذا كان مثلا كفيل 1 2 قال مثلا تكون هذه الكفالة فعالة وقابلة للتفعيل والمطالبة، إذا تم الرجوع عن الكفيل الأول والثاني قبل أن نصل إلى الكفيل الثالث مثلا، إذا تمت العملية بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذا كانت المداينة مثلا مع مؤسسة مالية وليس مع مؤسسة تقليدية، إذا مثلا تمت الصفقة في حدود كذا وكذا. يعني بمعنى أن الكفيل هو الحق في وضع بعض الشروط التي يقيد بها الكفالة، طبعا حسب الظروف، يعني لا نعرف طبيعة الظروف التي تتعلق بالكفيل وكذلك تتعلق بالمكفول عنه وكذلك التي تتعلق بالمؤسسة المالية وبطبيعة الصفقة وبمكان الصفقة إلى غير ذلك من الحديات التي قد تعتبر يعني موضع قلق أو موضع نظر أو موضع اعتبار بالنسبة للكفيل، فيضبطها بشرط طبعا، لأنه سيكون عليه التزام مثلا، قد يكون عليه التزام، يعني قد تكون في المسألة أو في الصفقة مخاطرة، أو مثلا في صفقة في مع دولة ربما قد يكون فيها جانب خطر مخاطر الصفقة كثيرة، فتعرضه طبعا للمطالبة بتلك الديون إلى غيرها من المسائل، بمعنى له الحق أنا أقدم التزام، ولكن من حقي أن أضع بعض طبعا الشروط التي يتفق عليها بين مختلف الأطراف. ثم تقول المعايير الشرعية: كما تجوز إضافتها للمستقبل بأن تحدد بداية أثرها بموعد لاحق، بمعنى هذه الكفالة نتفق عليها ونمضيها الآن مثلا في شهر جوان، ولكن بدايتها تكون مثلا في شهر أوت أو سبتمبر 2020، يعني بعد الشهرين، بعد 3 بعد 4 أشهر، بعد 6 أشهر، يمكن أن تضاف إلى المستقبل، بمعنى إذا الآن نحن في شهر جوان مثلا أو في أي شهر من الشهور، ثم
تضاف إلى المستقبل بعد 4 شهور، فإن هذه الفترة لا أثر لها، 4 شهور لا أثر للكفالة، حتى ولو تقع أي أشياء أخرى فإن الكفالة لا تفعل، ولا المؤسسة المالية لا تطالب الكفيل بأي شيء، ولكن تبدأ بعد 4 أشهر، يبدأ مفعول وأثر الكفالة يبدأ. هذا طبعا على حسب الشروط التي توضع لتضبط عملية الكفالة والمسلمون على شروطهم. ثم قالت: وفي حالة الإضافة إلى المستقبل أو في حالة الإضافة للمستقبل يصح أن يرجع عنها الكفيل قبل نشوء الدين المكفول به، مع إشعار الدائن بهذا الرجوع. بمعنى إذا كانت مضافة إلى المستقبل مثلا تبدأ بعد 6 شهور، في هذه 6 شهور للكفيل الحق في الرجوع عن هذه الكفالة. الكفالة على أن يشعر طبعا، لأنه أثر الكفالة بعد 6 شهور، بمعنى بداية المديونية بعد 6 شهور، فهو يرجع قبل 6 شهور، بمعنى قبل بداية المديونية، قبل بداية أثر الكفالة يحق له الرجوع، ولكن يشعر الدائن بذلك، بمعنى المؤسسة المالية يخبرها بأنه تم الرجوع عن هذه الكفالة عن ذلك العميل. ثم يكون الأمر بين المؤسسة المالية وبين العميل كيف تتم عملية حل إشكال التوثيق في هذه المديونية. وطبعا للاحتياط لابد من أن هذه البنود وهذه النقاط لابد أن تدرج في عقد الكفالة للابتعاد عن احتمالات التخاصم والتنازع وكذلك احتمالات الغرر. يعني لابد أن تضبط هذه النقاط في بنود كي يكون كل من العميل والمؤسسة المالية والكفيل على يعني بينة ووضوح من طبيعة الالتزامات وطبيعة ربما الشروط والبنود التي قد تدرج في عقد الكفالة. البند الموالي التي ذكرته المعايير الشرعية وهو قولها: لا يجوز أخذ الأجرة ولا إعطاء مقابل مجرد الكفالة مطلقا، بمعنى لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة إذا كانت مجرد كفالة مطلقا، ويحق للكفيل، لكن يحق للكفيل هنا استيفاء المصروفات الفعلية، يعني الاكتوال كوست، يعني المصروفات الفعلية والحقيقية التي تترتبت على عقد الكفالة. يحق للكفيل أن يطالب المكفول عنه في هذه المصروفات التي تمثل مصروفات حقيقية لعملية، بمعنى خالية من أي هامش ربح. ولا يلزم المؤسسة الاستفسار عن كيفية الحصول على الكفالة المقدمة إليها من العميل، يعني المؤسسة المالية لا تعمل تحقيق مع العميل كيف حصلت على هذه الكفالة ومن أين وكيف، يعني لا تدخل في هذه المساءلات. إذا تمت هناك كفالة سواء من شخص مالي وتمت كل الإجراءات الرسمية التي ترضي المؤسسة المالية فمباشرة تقبل هذا التوثيق. أو حصل العميل على كفالة من مؤسسة مالية، في بعض الدول الأخرى توجد مؤسسات مالية متخصصة في خدمة ما يسمى بالكفالة. طبعا سوف نعلق على هذه النقطة لاحقا عندما نتحدث عن الخلاف التطبيقي الموجود في الكفالة، سواء يعني تقدم من الأفراد وهو الجانب الاجتماعي، أو تقدم من قبل المؤسسات وهو الجانب المالي، وكذلك هل يحق لمن يوفر خدمة الكفالة الحصول على أجر زيادة عن ما يحصله من ربما المصروفات الحقيقية. هذه المسائل الخلافية التي لها طبعا أثر في الساحة المالية ربما نفصل لها لاحقا بعد أن نغطي أهم مسائل وبنود المعايير الشرعية. ولكن هنا موقف المعايير الشرعية واضح أنه لا يجوز الأخذ الأجرة على تقديم خدمة الكفالة، بمعنى لا يجوز أن تحقق ربحا جراء وأثر تقديم خدمة الكفالة، ولكن يجوز لك
أن تغطي وتطالب بالمصروفات الحقيقية والفعلية لتقديم خدمة هذه الكفالة، كما لا يجوز للمؤسسة المالية أن تحقق مع الكفيل من أين وكيف حصلت على هذه الكفالة، ما دام هذه الكفالة تحقق الغرض التوثيقي للاتفاق مع العميل في عقد المداينة. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.